حلوة، شايفتك عم تقطفي ورد. شالك كتير حلو عن جد لابقلك. قليل، انت اشتريتيه من التنزيلات ما هيك؟ بس برأيي هو أحلى بكتير من شال سارلا. تعرفي إنه هي وحدة مزعجة كتير، ما بيهمها غير إنه تشتري تياب غالية، يا بتسافر كل شهر والتاني، ودايماً بتضل تحكي. شو كانت تقول؟ كتير حلو وكتير بسيط. مو معقول. قولك هاي مرة، برأيي هاي لازم نسميها المغرورة. ما لاحظتي شو كان موقفها لما حكيتها؟ ايه صح كلامك، وهي تجاوزت حدودها لما سألت عن عملية القلب المفتوح يلي عملتها عمتها. قلت لها قديش كلفتكم، وقالت لي عملتها بأغلى مشفى، وصارت تقلي العملية كلفت 1,800,000. لهيك أنا تعافيت هلا. لك مو بس هيك، قالت لي عم يشتروا أدوية عم بتكلفهم شي 50,000 كل شهر. ما بتحكي غير بالمصاري. تخنتها. نحن ما بنحكي على حدا، اصلا ما في بحياتنا حدا سيء ابدا، كلهم مناح. لا لا، ما في حدا مزعج. يبدو في حديث كبير. شايف انه الحمايه والكنه رجعوا يحكوا مع بعض وصاروا رفقات. الحمد لله. شو قصدك؟ كنت انا وياها بحرب وتصالحنا؟ يمكن. سونو، شوفي ستي. أمي، كم مرة قلت لك إنه أي ذكرى بتخص أمك ما بدي أشوفها هون بهالبيت أبداً؟ ليش ما عم تفهم علي؟ أنا يلي جبتها لهون. مين جابها لكان؟ أنا. نسيتوا إنه اليوم هو الذكرى السنوية لوفاة أمي، ولهيك لازم نشوف كاهن لحتى نصور مراسم ذكرى وفاتها. ابني، بس اليوم في عرس، ما فينا نأجل هالشي؟ بس نحن من وقت ما توفت وعم نحيي ذكرى وفاتها بهذا اليوم، يعني ما رح يتغير هالشي ابدا، ورح نحيي الذكرى اليوم مثل كل سنه. اهان، يعني ضروري نحييها؟ ايه ضروري يا عمي. منقدر ننسى السعاده بس ما مننسى الالم، لحتى نحافظ على قيم عيلتنا لازم نضل نتذكر الشخص يلي دمر العيله. هاي. شو؟ ليش هيك صوتك؟ مالك بالعادة تحكي معي هيك؟ شو في حبيبتي؟ ولا شيء، بس كنت عم فكر بأمي لهيك تضايقت. كل يوم ببكي وبنقهر لما أتذكرها، بسأل حالي دائما ليش أمي تركتني. كل يوم بضل ببكي وبصرخ لأنه مستحيل ترجع لي. بس بصراحة أنا ما عم بقدر سيطر على دموعي لما بتخطر عبالي. سونو، بتعرفي إنه سعادتك وضحكتك هن كل شيء بالنسبة إلي، وعن جد ما بهمني غيره. أنتي حدا ما بيعرف يكذب، وكنتي واضحة معي لدرجة إنه ما بتخبي علي أي شيء، سواء بموضوع أمك أو صديقك السابق. أنا قلت لك إنه كل شيء بيني وبينه لهالشب انتهى، من زمان ما شفته، ما في شيء بيربطنا. سونو، كلهم صاروا من الماضي، وأنتي لازم تنسي كل المواقف اللي صارت معك من سنين. بدي اياكي انك تركزي على ايامك الحاليه وعلى مستقبلك كمان. توعديني؟ نحن وصلنا لبيت البنت. شو عم تعملي هون؟ هي الحراميه. هاد بيت الشاب؟ يا ترى هاد هو العنوان الصحيح؟ طيب متاكد هاد العنوان؟ ايه مدام، متأكد منه. ترجمة
يا ربي شو بدي أعمل هلأ؟ هالشاب مثل القنبلة متفجرة، أكيد هو رح يجن. يا ترى فوت لجوا ولا أحمل حالي وامشي؟ أنا ما عم أفهم. بترجاكي خذيني شوفوا أولادي، بترجاكي ساعديني واجمعيني مع أولادي. بين عليك كتير لطيفة، وقلتي وعدتيني ورح توفي بوعدك. عمتي؟ أنت شو عم تعملي هون؟ بس هاد البيت مو بيت ولادي، هاد بيت رجل لئيم وخطير كتير، كيف رح تفوتي لعنده؟ بترجاكي اجمعيني مع أولادي، بترجاكي خليني شوف. لا 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 استني شوي، بس لحظة، تعالي معي نقعد هون، تعالي بس شوي، امشي يلا تعالي حبيبتي، تعالي يلا عدي وارتاحي ارتاحي. ترجاكي أنا بدي أشوف أولادي لو لحظة بس، ترجاكي ساعديني لحتى أشوف أولادي شوي. طيب رح تشوفيه، بس بترجاكي اهدي شوي، خليكي قاعدة هون ماشي؟ بس أنا بترجاكي يا عمتي إنه ما تروحي، أوكي؟ يا ناس خلونا ندعو لها بالرحمة، سامحوها وخلونا ندعو لها بالرحمة، الرحمة يا ناس الرحمة. مرحبا مدام، فتت على البيت يلي قلتي لي عليه لقيتهم بعزة. شو؟ طيب كيف بدك ياني اعرف قديش قياس الخاتم؟ انا صرفت بنزين ب 300 روبية بس مشان ابعتك لهونيك، مو مشان تيجي تقولي لي هيك حكي بلا طعمة. بعدين كيف عم يعملوا عزة وما في حدا متوفي عندهم؟ لو في حدا متوفي كنت عرفت فورا بطريقتي. روحي واعملي يلي قلت لك عليه فورا واعرفي قياس الخاتم، او اعتبري حالك مقلعة من هلا. شو اعمل؟ كل المشاكل كترت علي، والشاب يلي ما بيعرف شي بس شاطر يبهدل فيني، ولا هدي يبدل مزعوجة، ولا بدي ساعد المرأة الفقيرة يلي هربانة من وين راحت المرأة؟ تبقي هون بين ما اروح شوي وارجع؟ ما انا كنت عم بقطف ورد لاولادي. حبيبتي تعالي نفوت لجوا. عن جد عم تحكي؟ ما رح اقدر اشوف اولادي؟ اه بدي اقيس الخاتم بالاول، وبس تشوف اولادها رح رجعها على المشفى. لازم تبكي على شغلات ما لقيت. Thank you.
وهلا التبجيل خلص. تحيا الآلهة لكشمي والآلهة ناريان. هدول أساور العيلة بيسوا 550,000، أعطوهن هدية للكنة. يلا روحي روحي ولمعي لي إياهم. يمكن تكون الأنسة صار لها هي الكنة الجديدة. عادي هون هلأ برجع. شو جابها هي؟ لو سمحتي. أنا آسفة. أنتِ؟ لك أنتِ كيف بتتجرأي تجي لهون؟ كيف بيجي من قلبك تصرخ علي؟ أصلاً كل شيء تغير وما بقي شيء على حاله. ما عاد حدا اعتبر هالشيء فعل نحس، يعني ما في شيء إذا الأرملة هدرت ذكرى وفات، بس مو يعني إذا تسكر الشباك بوجهه معناها كل شيء صار ضدها وكل أبواب رح تتسكر. ولك أنت عن شو عم تحكي؟ عن المرأة يلي خسرت زوجها وصارت وحيدة ويلي الكل بيضل يقول لها إنه كل الدنيا تسكرت بطريقة. أنت قصدك الأرملة. طيب ليش عم تبكي هلأ؟ يعني بدك يعني طير من الفرح وأنا بهيك موقف؟ إذا الموت أخذ زوجي اضحك؟ لازم أكل حلوية؟ ولا روح أرقص؟ ولا روح أغني؟ طيب حاجتك بكفي دراما، مو أنت البنت اللي سرقتي لي سيارتي؟ صحيح أنا وحدة فقيرة كتير وما معي حق سيارة، بس أنا مستحيل مستحيل إني أعمل هيك شي، صدقني عن سيارة. متأكد أنت؟ عم قلك شيلي شيلي للشال شيلي. طيب ليش بدك يعني إيه مش شال؟ يعني أنت بدك تشوف وجهي الحلو؟ انت جاي تزود علي فوق القهري اللي عم عايزه؟ طيب ليش انت عم تصرخ وتعلي صوتك علي؟ بس اللي انا جابت اخي شوفي اللحية اللي اجيته هاي. لا هاد اخوك الكبير شي؟ ايه. هو متزوج شي؟ لا زوجه لانه طلب يشوف وجهي. ممكن اكشف وشي لواحد غريب؟ بيهون عليكم انه اخوكم الكبير يطلب مني شيل الشال من وشي وانا ارمله. خلاص بكفي. اخي بترجعك، البنت مسكينه وعم تبكي. هي وحده كذابه وهي اللي سرقت السياره. او ماي جاد، حراميه. هي البنت سرقت لك سيارتك. سونو شيلي لي الشال عن وشها. شو ما كان السبب حرام تشيلي، ما بصير. أخي معقول إذا سحبته بحمل الزنة؟ سكتي سونو، يلا اسحبيه. سونو يلا يلا. هيك عم تحملي ذنب كبير إذا كشفتي وشي قدام حدا غريب. خلص هادي بترجاكي بترجاكي. لا تعملي هيك، لا تسحبي لا تسحبي.
شفتوا؟ مو قلت لكم انه هي هي؟ انتوا الاثنين بتعرفوا منيح شو لازم تعملوا معها. كيف ممكن تحكي هالكلام اخي؟ يلا امشي خلينا نفوت ونشرب بيرة. هاي مو ضيفة لحتى تستضيفيها، هي حرمية. شو؟ طيب شو رح نعمل؟ اتصل بالشرطة. شكلها ما تعلمت الدرس بعد ما راحت على السجن، لازم تروح مرة تانية. مين بيعرف شو ممكن يسرق الحرامي بهالوقت؟ كم مرة قلت لك انه مو انا يلي سرقت سيارتك؟ مو انتي؟ لكن شو عم تعملي هون ما دام مو انتي؟ العمة صار لها هي اللي بعتتني لهون مشان اخذ قياس خاتم العروس تنالي. كذبة جديدة. بس خلينا نتصل بالانسة سارلا ونتأكد ببساطة. يلا مرحبا، كيفك سارلا؟ بدي اسألك، انت يلي بعتي بنت لهون لتاخد قياس الخاتم؟ ايه بعتت مساعدتي اشكي. ليش لهلا ما وصلت لعندكم؟ لا هي وصلت، انا بس اتصلت لحتى اطمن. سمعت يا اهان؟ مو حلو الواحد يكون شكاك لهالدرجه. ليك كيف خليتها تبكي؟ اخي تعال شوي. يلا خدي شوفي قياس خاتمي. استنى شوي. إذا نسيت شيء. لا، تليفون الجزدان الساعة كل شيء موجود. أصلاً هو ما نسي كل هدول الأشياء. طيب شو نسي؟ هو نسي يقول آسف. يا سلام أحلاكي. أنا مستحيل أعتذر لأي حدا. بس في تجربة أولى من كل شيء. تجربة أولى. إيه يمكن، بس مو اليوم. وأكيد ما بعتذر للحرامية اللي مثلك. خلص مو مشكلة، ما في داعي تعتذر. معناها بالنهاية أنا مو حرامية. إيه صحيح، أنت مساعدة السيدة سارلا. بس يعني خلص لا تعتذر أخي. خلص مو هي المرة اللي سرقت سيارتك، أنا متأكد من هالشي. بس أنا ما رح أتحرك من هون يا سيد إلا لبعد ما تعتذر. مين انت؟ سافرتي؟ Thank you.
خلص روحي. لهيك ستي، شو صار؟ مين يلي صرخ؟ لك مين يلي كسرها؟ كان في صرصور كتير كبير. يعني الصرصور يلي كسرها؟ هو أكيد بيروح على النادي. أنا ارتعبت لما شفته ووقعت بالغلط، لهيك هي انكسرت. بعتذر. خلص ولا يهمك ستي. ليش في عنا صراصير بالبيت؟ بس استنى كم يوم، بكرة رح تتزوج وتروح على بيتها وبعدين الصرصور بيختفي. خلص حاجتك للعظة. كلنا كنا خايفين. حتى أنا ارتعبت. معقول هي هي اللي صرخت هلا؟ طيب كيف بدي أعرف؟ آسفة ما يعنيك، ما بقدر أحكي معك هلا. أنا لازم أشوف المرة وأطمن عليها بالأول مشان أرجع على المشفى، بعدين بحكي معك. شو رح أعمل هلا؟ كيف بدي أعرف وينها؟ أنا هلأ لازم فوت لجوع وخبر الكل إنه هالمرة جاية، وما في مشكلة إذا عبر السيد أهان هالموقف أو اتصل بالشرطة، بس ما رح أترك هالمرة تواجه لحالها. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.